عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي نجلة مسكيكدا، راني نقرا لهنا في مصر في الأوروبان يونيفرسيتي as part of the global UGrad program. كيفاش جيت هنا؟ عملت الابليكيشن فورم اونلاين. بعد I had an interview in February. After that I took the TOEFL exam. ورا التويفل إكزام جيت للفيزا I got my visa وجيت هنا الأمريكان. جيت هنا قريت 4 classes. عندي class عنده علاقة بالأمريكان، 2 classes عندهم علاقة ب your major، و 1 class elective يعني for fun. yeah. عندكم أي question كيفاش تروحوا للأمريكان، كيفاش تقرأوا في الأمريكان، كيفاش تسجلوا في البروغرام ديشانج تاع الـ US Embassy، تقدروا تقسيمي and reach out to me and نكون بزاف فرحانة باش نعاونكم باش انتم تاني تقدروا تجيو لهنا الامريكان وتقراو تجربوا educational system here in the US. مرحبا بكم في أوروبا. واش حابين نقول لكم؟ جامي تفقدوا الأمل وديما خدموا على رواحكم، خدموا باش تطوروا من رواحكم، ربي إن شاء الله تلحقوا وين حابين. ميرسي بوكو. One, two, three, viva la vie.